بونجور بونجور، ان شاء الله تكونوا بخير. نرحب مجددا باللي انتموا لقناتي، ان شاء الله تعجبهم القناة. نتمنى منكم تعملوا تفعيل الجرس باش يوصلكم فيديوهات. اليوم جبت لكم وصفة جد بسيطة وجد طيبة. نفوت في الوصفة ديريكت. اللي هنا عندي المقادير تلقاوها في صندوق الوصف. عندي لا فارين، لا شابلور، عندي مغرف زبدة ولا مارغارين، بيرسيل، زوج عظمات، زوج فصوص ثوم رابيتهم، عندي ملح، فلفل كحل وفلفل عكار اللي هو بابريكا الحلو ماشي حار. واذا حبيتوا الحار تاكلوا الحار، تقدروا ديروا الحار. وهذا البولي بقى لي من البسطيله، عليها قلت ندير هاد لا غوسيت. ولا ما عندكش البولي تقدري ديري دي ترونش دو بولي، طيبيهم في صوص بيضه مع البصل ومن بعد ترحيهم. لهنا زوج حبيبات بطاطا غليتهم ومن بعد درت لهم الملح، فلفل الكحل، زدت لهم شويه بيرسيل وثوم وبقيت نمعس فيهم حتى نتحصل على واحد لا تيكستور تكون شويه عاقده. دوك تشوفوا في لا فيديو موضح. وزدت لهم لا كويير هذيك تاع الزبده فوالا بهذه الطريقه، ودرت لها الفلفل العكري وبقيت نمعس فيهم هكذا، نمعس وهي سخونه كما راكم تشوفوا. لا فابور نحيتها برك من لا كاسرول، صفيتها وبديت نمعس فيها. كما قلت لكم هذه الوصفه تقدري ديريها بلو بولي، تقدري ديريها بال اللي يحب لو طون، تقدري ديريها بالسمك، كل انواع السمك بوكو بلوس لو طون وسومو. وتقدري ديريها بلا فيوند داشي وشيوا تاع لو بولي تجي خفيفه ظريفه. يعني هاد المعجنات تقدري بار اكزومبل بوغ ان ابيرو، بوغ ان غوتي فلانيفيرسير سي سور، نحطو دي تروك سكري، يوغا سالي اوسي. يعني شكلها راقي برستيجي وخفيفه وما تاخذش الوقت، اقتصاديه يعني ما فيهاش حاجه غاليه، جوست دي بتيت كونتيتي وشو تبعي الخطوات للاخر. دوك تفهمي الطريقه، سهله جدا وتجي هشيشه وكروستيونت. دوك هذا الخليط نديرو دي بول ونديرو باني. فوالا كيما راكم تشوفوا خذيت الوقت وانا نمعس فيها باش نتحصل على واحد لا تيكستور تكون طريه خلاص. هاد لو بولي يعني تقدري تقولي نص صدر تاع الدجاج كان طيب عندي، تاع البسطيله بقالي ما نرميهش، نقدر ندير به نوتغ غوسيت. حطيته في الرحايه، درت له الثوم اللي بقات لي والبرسيل ورحيته بهذه الطريقه، رحيته خلاص. يعني درك تشوفي لا تيكستور تاعو فوالا. كي كملت رحيته زدته مع البطاطا هذيك اللي درت فيها الثوم، فص ثوم مرحي وبيرسيل وملح وفلفل الكحل وبابريكا اللي هو فلفل عكري فوالا. هما كي خلطتهم وزدت لهم دو كويير شابلور. على واش زدت لهم لا شابلور؟ باش تشرب هذاك الماء اللي في البطاطا. على بالكم البطاطا النشويات تطلق الماء، ثاني لو بولي باغي، باش تجي لا تيكستور تاعها شاده روحها، باش كي نقليها ما تتحلش فوالا. شوفوا هذه الوصفه مليحه للكبار للصغار، انا فرانشمون ولادي يموتوا عليها كي نديرها يحبوها. تعرفوا الولاد تاع هذا الوقت الصغار يحبوا لي زومبورغر، يحبوا لو بواسون باني، بوم دو تير باني. يعني هي كيما السفيريه وشي هي اللي انا زايد فيها لو بولي. حكمتها شوفوا كيفاش نشفت، درت لها دي بول، يعني لي بول تقدري ديريهم صغار ولا كبار ولا متوسطين حسب انتيا كيفاش بغيتي حسب الرغبه. و لو نومبر انا لهنا هاد لا كونتيتي، زوج حبيبات بطاطا صغار ونص صدر دجاج، دارت لي 20 حبه فوالا. كبرتهم هكذا ساير داير كيما راكم تشوفوا، عمليه ما تاخذش بزاف الوقت. ولا تحبي تكوني معروضه هكذا على غدا ولا تديريهم وتديهم في يدك. لهنا جافي دو موتزاريلا، هاد الفرماج اللي كان عندي موجود. تقدري ديري فرماج ايمونتال كاري، تقدري اي نوع فرماج شاد روحو.
نولي نفتح هذيك لابول ونحط لوبو تاع الموتزاريلا دودون ونغلقها هكا، نحاول نضغط عليها ليجيرمون ونغلقها باش ما يخرجيش هذاك الفرماج، باسكو الا خرج في الزيت تولي الزيت طردق عليك ويذوب وسي با بون، مش راح يعطي شكل مليح وتولي تشد الزيت بزاف، دونك يفو فير اتونسيون. ها هي كي كملت الكويرات الكل، شوفوا كيفاش نضغط بلو بوز تاعي ندخل حبه لو فرماج، وكاينه اون فيت موتزاريلا دي ميني بول تقدروا ديروها ثاني. انا وشي ودرت اللي كان عندي، ودائما نقول لكم انا نعطيكم الفكره وانتم فيكم تشكلوا على حسب الذوق تاعكم وعلى حسب الرغبه وعدد افراد العائله، وتقدروا تزيدوا تضاعفوا وتنقصوا. اللي هنا عندي زوج حبيبات تاع العظام هذوك، درت لهم شويه ملح والفارينه والشابلور، نحط لابول تاعي دابور في لافارين تنشفها، ومن بعد نحطها كيما راكم تشوفوا في الفيديو كل شيء موضح، من البيض نحطها في لاشابلور، ومن بعد العمليه نزيد نكمل نعاود نحطها في البيض باش تجي كروستيونت، نعاود نردها في البيض ونعاود نردها في لاشابلور. Ça prend un peu de temps, mais l'essentiel, le résultat, les résultats, les نتيجه رائعه. فوالا، ونحطها بجيه ونكمل، نحط ساف الفارينه ها هي كي، ومن بعد نحطها في البيض اللي هما لي زو العظام، كل واحد كيفاش يسميهم، نحاول بقدر الامكان نوصل الفكره. ومن بعد في لا شابلور، ومن بعد جو لا رومي دون لا شابلور انكور اون اوتر فوا. فوالا، ومن بعد نحيها ونحطها في الصحن دو كوتي. اونتغ طون كنت دايره المقله تاعي، درت فيها الزيت ونقصت، ماشي نقصت خلاص، حطيت في النص الاخر درجه الحراره، وبديت نقلي فيهم هكذا بشوي، ما تخافوش منهم، ما يتحلوا، ما يعني ساهلين ماهلين، لو كنت تبعوا الطريقه كيما راني نعتلكم ما تخافوش خلاص منهم. فوالا، ونبقى هكا نعس فيهم شويه، نبقى نعس فيهم هو وكل شيء طيب، ما تقبوش النار بزاف، ديري النار متوسطه باش ما يتحرقوا لك، شو تبقاي ديري وتدوري تعسي او ميم طون، ما لازمش تخطي المقله تحطيها وتروحي. لهنا جافي لو فرماج مغاسي تاع لومبورغر، جافي دي توست، جاتني فكره هكا حطيت لي توست، جي غامني لي كوردون هذو تاعي فورم افيك ان بتي بو دو كور. عندي الطابع هذا تاع الكاطو، شوفوا الطريقه سهله جدا، خليتهم هما بردوا، ما كانوش باردين خلاص، تمبيراتور امبيونت ايزيتي تياد، حطيت هذيك باش نشكل هذه طريقه التزيين، وحطيت الكوردون وحطيت فوق لي توست. وتقدري الا ما عندكش لي كوردون، ما حبيتيش ديري لي كوردون، تقدري هذاك التوست تحطي له نقطه تاع مايونيز ولا كريم فرماج كريم، وتحطي فوقو هذيك لابول وديري فرماج، ديري طوماط سوريز، ديري ليسونسييل، تعطي شكل راقي وبرستيجي للطبق تاعك. هو حاجة البنة بنين، وديما نقولكم العين تاكل قبل الفم، دونك خلي الواحد كي يشوف الطبق يتشعها، يلوغ هذيك لا كيريوزيتي تاع تيان جو في غوتي لو بلا سا دون كوا. ونضمن لكم 100% ناجح، طريقة سهلة جدا واقتصادية وبرستيجية وبنينة وما تاخذش بزاف الوقت. حتى هذا تقدري ديريه عشاء خفيف مع اون سالاد دو كوتي تعود سخانة. ديما ديما لي صوص صافي مالا لي سوما اوسي، فو شونجي كيما راكم تحاولوا تاكلوا اللحم، نهار اللحم نهار الدجاج نهار بواسون، يفو شونجي اوسي لي موفيز ابيتود. حنا جينيرالمون العرب ناكلوا غير الحوايج الثقال في الغداء وفي العشاء، ومن بعد نقولوا عندنا طونسيون عندنا السكر. هذه هي، هاني حليت لكم وحده، شوفوا كيفاه جات خفيفة تذوب في الفم. نتمنى منكم تجربوها ان شاء الله وتقولوا لي لا عجبتكم،
ونخلي لكم رابط الانستغرام تاع القناة تاعي في صندوق الوصف، لي ميزور في صندوق الوصف. ونتمنى منكم اللي جربها يصور الشيء اللي دارو ويبعث لي، جو بارطاجي افيك فو. ونتمنى منكم ان شاء الله تكونوا كيما نقولوا عجبكم الحال بهذا الفيديو، اخذتوا فكره، وان شاء الله الفيديو الجاي. الى الملتقى.